منخفض جوي من الدرجة الثالثة مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، زخات غزيرة من الأمطار وحتى زخات من الثلوج. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة ومشمسة في عموم مناطق المملكة، وتفرقت بعض الغيوم متوسطة الارتفاع. هذه الأجواء التي سادت نهار اليوم الأحد عبارة عن استقرار مؤقت على الطقس قبل أن تبدأ المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة، وهي درجة المنخفض الجوي متوسط إلى عالي الفعالية. هذا المنخفض الجوي بدأ يظهر على صور أقمار اصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. هذا هو المنخفض الجوي الذي بدأ يتشكل فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، وناتج عن اندفاع لكتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية المنشأ تندفع من شرق القارة الأوروبية مباشرة نحو شرق البحر الأبيض المتوسط. نهار اليوم سالت كما ذكرنا أجواء صافية بشكل عام، تفرقت بعض الغيوم الخفيفة، هي عبارة عن استقرار مؤقت على الطقس قبل أن يتحرك هذا المنخفض الجوي نحو عموم منطقة بلاد الشام خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال أو اعتبارا من ساعات صباح يوم الاثنين. تفاصيل أكثر حول هذا المنخفض الجوي نستعرضه بهذا التصميم لتصنيف وتفاصيل هذا المنخفض الجوي. كما ذكرنا هذا المنخفض الجوي هو من الدرجة الثالثة، يعني أنه من الدرجة المتوسطة إلى عالية الفعالية. كمية الأمطار المتوقعة في مناطق تأثير هذا المنخفض الجوي ستكون ما بين 50 إلى 80 ملم، تتركز هذه الكمية خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى. سرعة هبات الرياح ستفوق أو تلامس أو تتعدى 90 كم في الساعة في أغلب مناطق المملكة، خاصة خلال نهار يوم الاثنين. المناطق المتأثرة ستكون أغلب مناطق المملكة، لكن بشدات متفاوتة من منطقة إلى أخرى. مدة التأثير ستكون طويلة نوعا ما، حوالي 72 ساعة، تبدأ من صباح يوم الاثنين وتستمر حتى نهاية يوم الأربعاء. درجة الحرارة المتوقعة ستكون ما بين الدرجتين والثمان درجات مئوية. أما الثلوج المتوقعة ستكون واردة على ارتفاعات 1100 متر، تكون متراكمة فوق 1300 متر. الظروف الجوية والمناخية المسببة لهذا المنخفض الجوي وتفاصيله وتسلسله الزمني نستعرضه أيضا بهذه الخريطة المتوقعة خلال الساعات القادمة. يوم الاثنين بإذن الله يتمركز منخفض جوي فوق جزيرة قبرص، يكون مسبوق بجبهة هوائية باردة تعبر أجواء المملكة اعتبارا من ساعات صباح يوم الاثنين. تسحب هذه الجبهة الهوائية الباردة بنشاط كبير في سرعة الرياح، زخات أمطار قد تكون غزيرة في بعض الأحيان، وأيضا زخات من البرد قد تكون كثيفة أيضا في بعض الأحيان، وأيضا زخات من الثلوج تكون على ارتفاعات 1100 متر، تكون متراكمة فوق 1300 متر. لكن خلال ساعة ما بعد ظهيرة يوم الاثنين تتحرك هذه الجبهة الهوائية الباردة شرقا باتجاه شرق المملكة وأيضا نحو البادية السورية، تتراجع قليلا حدة الأمطار وحدة الفعاليات الجوية، لكن مع ساعات العصر والمساء تبدأ هذه الجبهة الهوائية الثانية الأكثر فعالية بعبور أجواء المملكة لتصبح الهطولات المطرية أكثر غزارة مع ساعات مساء يوم الاثنين وخلال ليل الاثنين على الثلاثاء، خاصة في المنطقة الشمالية والوسطى تكون مرفوقة أيضا كما ذكرنا زخات غزيرة من الأمطار، زخات كثيفة من البرد قد تكون أيضا مرفوقة حتى ببعض الرعود في بعض المناطق. نعود ليوم الاثنين، يوم الاثنين يتوقع أيضا أن تكون الرياح الجنوبية الغربية نشطة بشكل كبير مع هبات قوية استعمل على نشوء موجات غبارية خاصة في المنطقة الشرقية من المملكة. يوم الثلاثاء بإذن الله يتحرك هذا المنخفض الجوي باتجاه الشرق، تحديدا باتجاه شمال شرق الأراضي السورية، يدفع بالمزيد من التيارات الهوائية الباردة نحو المملكة. يوم الثلاثاء تستمر الأجواء باردة ماطرة بشكل عام، وزخات ثلجية أيضا متوقعة فوق القمم الجبلية الشاهقة، خاصة منها الشمالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100 متر عن سطح البحر. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين أجواء باردة شتوية بامتياز،
رياح نشطة، مهبات قوية وزخات من الأمطار، تكون مرفوقة أيضا بزخات من البرد، 6 درجات مئوية فقط كحرارة عظمى، أما الصغرى 4 درجات مئوية فقط. يوم الثلاثاء تستمر هذه الأجواء الشتوية الباردة، طقس ماطر بشكل عام، 7 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 6 درجات مئوية. ويوم الأربعاء أيضا تستمر الأجواء الباردة، 8 درجات مئوية فقط متوقع كحرارة عظمى، أما الصغرى 6 درجات مئوية مع أجواء ماطرة وضبابية بشكل عام. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، تستمر الأجواء مستقرة بشكل عام، 5 درجات مئوية فقط كحرارة مقاسة، المحسوسة 3 درجات، الرطوبة حوالي 70% والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية ليوم الاثنين، نبدأها كالعادة من المنطقة الشمالية، تتأثر بهذا المنخفض الجوي، رياح نشطة بشكل عام وطقس ماطر وبارد، المفرق 9 إلى 6 درجات مئوية، إربد 10 إلى 8 وجرش 9 إلى 7 وعجلون 8 إلى 6 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا أجواء باردة وشتوية بشكل عام، رياح نشطة مع هبات قوية وزخات من الأمطار والبرد، الزرقاء 9 إلى 6 درجات مئوية فقط، العاصمة عمان 9 إلى 4 درجات مئوية، البلقاء 8 إلى 4، نفس الأجواء والحرارات فيما أدب، أما البحر الميت 16 إلى 14 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 6 إلى 3 درجات مئوية فقط، الطفيلة 7 إلى 3، الشراه متوقع أن تكون الأجواء شديدة البرودة وتكون الهطولات عبارة عن زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية، 5 درجات مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 0 فقط، معان رياح نشطة وأتربة مثارة 10 إلى 3 درجات مئوية، العقبة أيضا رياح نشطة مع 18 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الأزرق رياح نشطة مع زخات من الأمطار 12 إلى 5 درجات مئوية، الصفاوي 12 إلى 4، ورويشد 14 إلى 4 درجات مئوية مع رياح نشطة وأتربة مثارة وحتى موجات غبارية خلال ساعات نهار يوم الاثنين. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نتمنى السلامة للجميع وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. شاي الغزلين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.